نرجع إذن للشأن الوطني، ومن بين الأحداث الهامة اللي تحدث عليها الشارع التونسي هذا الأسبوع ربما هي التصريحات اللي قاموا بها بعض المنتمين للترويكا الحاكمة حول التلزئة الوطنية واللي تحدثوا على إمكانية بيعها للخواص. إذن ننتقل مباشرة لسوق العصر حيث تابعنا بقية أطوار هذا الحدث. هو والله هيا وينكم يا كمالة، هيا وينكم يا كمالة، وينكم يا ديمغرافية الشعب؟ اشري تربح، هو والله تشري، هو والله تربح. هيا تلفزيون سي دي خدمة 50 سنة على فرديد. هيا هو والله فرصة لتوعد، هو والله يا مدام سعاد، هو والله. اهلا وسهلا يا جبالي، هيا قول لي تلفزة هذه راهي باية، وأنا مستعد نشري بفلوس يا سيدي راني، أما قول لي نحب على شرط التلفزة هذه تعدي نهار كامل على الجيش، نحب الصباح نقوم نحل التلفزة نلقى الصباح همس الجيش، من بعد نرتاح تو همس الجيش نحب يعدوك سبوتات تاع التجنيد، جيش راهو جيش، لا بلا، واسمعني، وعلى شرط آخر نحب المرزوقي ما يتعداش، المرزوقي ما يتعداش، تحب تعديه عدي بعد نص الليل، الصباح يوفى المرزوقي يعاود على الجيش، هيا قول لي عاد، خلينا نتفاهموا فيها التلفزة هذه، هي بيناتنا قداش فيها من بوش؟ لا 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 استغفر الله، هو والله الكلام اللي تحكي فيه مش باهي. شنو قلنا لك؟ راه حكاية البوس والتعنيق راه مش بتاعنا، استغفر الله. ويا سيدي اشري تربح، سامحنا اخويا. بالله بالله، لا لا خير اجبالي، حتى انا بطلت مش نشريها، هكا هو نشريها وبطلع لي ما تمشيش، لا مجيش مجيش راهو، هاي بسلامة سيدي، ووجي كان بعتها. هاي سيدي، هاي كمالة، هاي سيدي، وين ديموغرافية الشعب؟ بالله بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه عاد قالت لهم مسكتوا، هذه كما يقول ابن واوا، كان قيت حكومة منرفزة أعرف اللي راهي من الغدوة باش تبيع التلفزة، هذه هي، يا ودي إيش تعمل يا جبالي؟ أكريت لك الدويرة على عوايم، معناها موقتة كريم وقت هذه، أكريتها لك على عوايم، بديت تبيع شوا، اليوم تلفزة، غدوة تبيع لبيت النوم، من بعد الصالة، ما استغربش الجمعة الجاية نلقاك ناصب بالقصبة، هذه هي، شنو تو؟ إيش تعمل يا جبالي تو؟ وباش تعدى أنا تو؟ تكمل تبيع التلفزه انت هكا هو نقعد كان عند نظيف نتعدى هكا هو اعمل كيما تحب اما هاني نترينا ورجع لك هاني نترينا هواي مش مازال فيه هو يتحسبوا يا مات اعمل كيما تحب هاي سيدي هاي كماله هاي سيدي وين ديموغرافية الشعب هاي السلامة جبالي شنو حالك؟ شنو امورك يا جبالي؟ شنو عامل انت جبالي؟ شو تعمل هنا جبالي؟ انا لست بصاص، انا ابراهيم قصاص، انا شاري، انا بفلوسي، انا اقول لك ناس توقف الظلف وانت ناصب بالتلافز يا جبالي، تبيع القصور، تبيع الرباط، تبيع البواخر، تبيع الحبيب، لحظة برك، هو بيناتنا حلوة تلفزة ذي، تنكلم الدكتور سي الهاشم نقول له، الو دكتور سي الهاشم شنو امورك؟ ابراهيم 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 قصاص ايه؟ جيت لك تلفزة كبيرة جديدة دكتور نحى عليك المستقلة تزوز بيوت وصالة هذه تلفزة كبيرة عريضة مقابلة الهولتون على الرقوبة على الرقوبة دكتور هذه ناخذوها سي الهاشمي تنا نأكد له تذي الجزائر تولي تصوت لنا تنظم لتونا تتصور لنا هي سي الهاشمي تنخلص تو كلتون تنخلص تو كلتون سي الهاشمي هو والله يا سي ابراهيم لحظة 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 لا لا هو والله حاب نقول لك احنا بطلنا من البيعة هذه وماناش بايعين شو تقول انت شبالي؟ انا نقول لك تنشري تقولي لا تروح تتكلم تقص علي انت انا شاري انا حر انا بفلوسي انا الدكتور قال لي تاخذها انا خلصت الكلتون هذه تو هو والله قلتها لك من قبل وما تخليش نعاودها قلت لك ما تقاطعنيش لما نتكلم انا حر انا نتكلم تدي ثورة انا نتكلم عليها انا استقر في الظرف وانت تقول لي تشريش هو والله مش مشكلة هاو الحل هاو سيدي كيفاش تسكت انت هي. هو والله ديموغرافية الشعب حماة الحما يا حماة الحما هلموا هلموا لمجد الزمن حماة الحما يا حماة الحما هلموا هلموا لمجد الزمن إذن بعد ما استمعنا بكل خشوع للنشيد الوطني نمر الآن إلى نشيد الفريق المنافس ولا هو عفوا نمر إذن الخبر الموالي ونقعد في نفس الإطار موضوع الإعلام والتلفزة كذلك حيث صرح سي سمير بن عمر اللي هو ماهوش راضي على أداء التلفزة التونسية اللي ماهيش قاعدة تعدي في نشاط سيد الرئيس المؤبد سي المنصف المرزوقي بالطبيعة أنا وكإعلامي ملتزم بالحياد وأخلاقي المهنية قررت أنا وفريق البرنامج نقوم بدورنا على أحسن وجه ونعرضوا بداية من اليوم وكل أسبوع ملخص نشاط الغزير والمكثف لسيادة الرئيس المؤبد سي المنصف المرزوقي نبداو اذا هوني بصورة الأسبوع الفارط اللي دخلت التاريخ خلال زيارة الرئيس إلى سجن الناظور والحركة التاريخية هذه اللي تمنت كل الشعب على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وهنا كذلك في لقطة أخرى تاريخية صورة أخرى خلال اجتماعه مع جرحى الثورة وحركة كذلك تاريخية ثم شوفوا لهنا في ندوة حول موضوع التشغيل والقضاء على البطالة وكذلك ربما في اليوم الموالي في تظاهرة حول غلاء الأسعار
واخيرا في اجتماع وزاري قدم فيه البرنامج العام للحكومه خلال الفتره الانتقاليه. وهكا حضرات النظاره والنظرات يكون ارضيت ضميري وقمت بواجبي الاعلامي، وهكا نقول لك خويا معز الى اللقاء، ونلتقاو في الاسبوع المقبل. الى اللقاء.